أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. نتابع معا. فرع القطرية صراع الإياب يشعل الأجواء في قلعة الذئاب، وطل القطرية الجزائري إبراهيمي ينتظم في تدريبات الريان، شرق القطرية الهولندي شنايدر يعتزل الكرة نهائيا، عرب القطرية الشمال يضم الحارس بابا مالك رسميا، راي الكويتي اتحاد الكرة يحسم مصير يوزك بعد العيد، منتخب المغربية الوداد يطعن في لجنة الاختصاص بالكاف، شروق الجزائرية أول ظهور بالماضي بعد أزمة مستقبلة مع الخضر، لو بارزيان الفرنسية نيمار يفضل دائما برشلونة، ماركا الإسبانية ميسي يدخل في لعبة صفقة انتقال نيمار، صن البريطانية ريال مدريد لن يتعاقد مع بوجبا في حال قدوم نيمار. كان هذا استعراضا لأبرز عناوين صحف هذا اليوم. مزيد ما جاء في الصحافة حول العالم يأتيكم بعد قليل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. جولتنا في الصحافة القطرية نبدأها مع غلاف الملحق الرياضي للراية القطرية، وفيه المواجهة الأهم اليوم الليلة سد وتحيل عند بوابة العبور لربع نهائي دوري الأبطال. أخطر المواجهات في ملعب بطولات، تعادل إيجابي في الذهاب يشعل صراع الفريقين في الإياب. صفحات داخلية رصدت الراية أيضا مؤتمر صحفي الخاص بكل الفريقين حول هذه المواجهة، البداية مع مؤتمر فريق لدحيل. التركيز سلاحنا بمواجهة اليوم. روي فاريا مدرب لدحيل: صححنا أخطاء الذهاب، جاهزون بقوة لإياب، مهمتنا ليست سهلة لكننا عازمون على الحسم والعبور. لويس مارتن يؤكد فريقنا مؤهل لتحقيق الفوز. حول تصريحات الجانب السداوي نقرأ هذه العناوين أيضا من الراية. قادرون على تحقيق الفوز، تشافي هرنانديز مدرب السد: لا نعاني من ضغوطات، ولاعبونا متحفزين فنيا وذهنيا، ركزنا على تجاوز الأخطاء الدفاعية ومشاركة بوعلام تتحدد اليوم. حامد إسماعيل يقول: ننتظر جماهير الزعيم. صفحة الأخيرة وجهت الراية رسالة خاصة لجماهير الكرة القطرية كافة وقالت فيها: اتركوا الشاشات وتعالوا الملعب البطولات، الجماهير مدعوة للحضور والاستمتاع بأشرس مواجهة تجمع القطبين الكبيرين السد وتحيل. الحضور الجماهيري يزيد مباراة القمة الآسيوية متعة وإثارة. في نفس صفحة متابعة خليل جابر رئيس اتحاد القطر للسباحة يتمنى فوز الزعيم ويؤكد المواجهة النارية ستحسم في وقتها الأصلي. من الراية ننتقل للوطن التي اهتمت بدورها بقمة السد وتحيل وعنونت على غلاف ملحقها الرياضي. الوطن: سد وتحيل يتصارعان على بطاقة ربع نهائي الآسيوية قمة العيد. في نفس الصفحة أيضا كتب الوطن: الجزائري إبراهيمي ينتظم مع الريان استعدادا للموسم الجديد. صفحة الداخلية نشرت الوطن تقرير التالي وإليكم عناوينه. اليوم في إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، سد وتحيل صراع من نار، حصد بطاقة ربع نهائي هدف الفريقين لمواصلة المشوار. طموح كأس العالم للأندية وشعار الثأر يشعلان المواجهة ويزيدان درجة التحدي. الدفاع الهجومي
يفرض على البرتغالي فرايا الدفع بالرباعي الخطير لتحقيق الانتصار. الإسباني تشافي مطالب بإيجاد المعادلة بين الرغبة الهجومية والحفاظ على التوازن الدفاعي. لازلنا مع قمة القطرية المرتقبة طول الأسيوية، نتعرف على استعدادات الفريقين من الوطن. اختتم استعداداته بتدريب خفيف أمس الزعيم، يكمل الجاهزية القمة الأسيوية. في نفس صفحة نتابع أيضا خليفة خميس يتابع المران الأخير ويجهز اللاعبين لتحيل، ينهي استعداداته بالقوة الضاربة. الفريق خاض البروفة الأخيرة بمعنويات عالية على ملعب البطولات. صفحة الأخيرة في الوطن، وطالع تصريحا نجم الزعيم منتخب القطري قبل خوض لقاء اليوم. عبد الكريم حسن قبل موقعة اليوم، تحيل كتاب مفتوح، قادرون على التأهل ولن نفرط في اللقاء. جولتنا في قطر تحول إلى ملحق الشرق الرياضي، نبدأ من الغلاف أيضا. سد وتحيل يترقبان مصيرهما الأسيوي ليلة الحسم. في نفس الصفحة نتابع أيضا خبر وعنوانه، الهولندي شنايدر يعتزل الكرة نهائيا. دائما مع ملحق الشرق الرياضي مواكبة لأخبار العنابي. المغامرة مرفوضة، تركيز على قائمة كوبا أمريكا. لدعم يخوض التصفيات المزدوجة بالقوة الضاربة. العماني يكشف لمنتخبنا الغموض الأفغاني. عودة لقمة السد وتحيل عبر صفحات الشرق مع المقال التالي. شافي عنوان المقال يقول: قمة قطرية بنكهة آسيوية، بقلم الكاتب مرشد الشعر الذي اعتبر أن هذه المباراة لا يوجد خاسر فيها بل الكل فائز، وجه رسالة خاصة للاعبين والجماهير. نتابع فحواها في السطور التالية. لاعبو الفريقين، رسالتنا لكم الابتعاد عن التوتر والشد العصبي والتركيز على مستواكم الفني والمهاري وإظهار إبداعاتكم داخل المستطيل الأخضر لتقدموا لآسيا ولمشاهديها وجبة دسمة تعكس ما وصلت إليه كرتنا القطرية ودورنا من تطور وتقدم بعد تربعنا على قمة القارة الصفراء. جماهيرنا القطرية الوفية تعيش هذه الأيام احتفالات كرنفالية بعيد الأضحى المبارك، وننتظركم اليوم الساعة 7:15 في ملعب البطولات لتزينوا مدرجاتهم والاستمتاع بأجوائه المثالية الباردة المكيفة التي تشعرك وكأنك تتابع هذا اللقاء في منزلك. ولا تنسى الموقع المميز للاستاد في قلب الدوحة وسهولة الوصول إليه والآلية الميسرة لشراء التذاكر. وبعد ما قيل فليس لديكم الأعذار والحجج، فكل الظروف تم تجهيزها وتهيئتها لكم للحضور وتشجيع الفريقين ومشاهدة كلاسيكو العيد الآسيوي. مع الانتصارات القطرية مختلف المحافل الدولية، نتابع نجاحات الفروسية. نقرأ تفاصيل من الشرق القطرية. ملك سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني المهر فرانش كينغ يفوز بجائزة لونجين برلين الكبرى من الفئة الأولى. من الشرق ننتقل إلى العرب التي خصصت أيضا موضوع الغلاف الرئيسي للإشارة إلى قمة اليوم الأسيوية. قطر تقدم سفيرها لربع نهائي دوري الأبطال اليوم. السد يتأهب، تحيل يتوثب، آسيا تترقب. صفحة الداخلية العرب، قدم المدرب الوطني عبد الله مبارك وصفة فنية القمة القطرية فماذا قال؟ عبد الله مبارك: الكفة متساوية بين السد وتحيل، الحلول الفردية ستحسم مواجهة الواقعية، سلاح مطلوب في مثل هذه المواجهات لتحقيق الهدف. السد يمتلك وسط الملعب، تحيل يمتاز بهجوم كاسح. حول أخبار ميركاتو، نشرت العرب اليوم الخبر التالي.
الحارس العملاق بابا مالك يعزز صفوف الشمال. في التفاصيل ذكرت الصحيفة أن الشمال نجح في ضم حارس مرمى مصلال بابا مالك إلى صفوفه لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة. وقع العقد أمس رسمياً مقر النادي في حضور وكيل أعماله ومسؤولي الشمال. بسد دوحة نواصل قراءتنا على القمة اليوم بين سد وتحين طالع هذا التصريح لأحد أبرز المدافعين. بسام الراوي التحدي لن يكون سهلا أمام السد. وأخيرا في ختام جولة المحلية نقرأ من سد دوحة أيضا هذا العنوان. ليؤكدوا بطلان مزاعم دول الحصار رعاية مميزة لثلاثين ألفا من عمال مشاريع 2022. إلى الكويت ونبدأ من جريدة الراي وأخبار الأزرق. الشمري المنتخب افتقد الهوية والاستقرار في غرب آسيا. اتحاد الكرة يحسم مصير يوزك بعد العيد وتوجه لضم الأنصاري ورشيدي والقلاف. نبقى في الكويت ننتقل لجريدة الأنباء ونتابع فيها. الكويتية تقول اللجنة الفنية باتحاد الكرة تجتمع بعد إجازة العيد لبحث وضع المنتخب. يوزك فخور بلاعبي الأزرق وسنظهر بشكل قوي في التصفيات. يوزك مدرب المنتخب قال في تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر تحمل الخسارة والنتيجة عندما لا تتمكن من تحقيق الأمل وتذهب لمدى أبعد مما هو مخطط. انتظرونا في التصفيات المشتركة. دائما في الكويت هذه المرة نتابع الخبر من صحيفة الجريدة الكويتية. رسميا فيصل عجب عرباوي. النادي العربي الكويتي أعلن عن انضمام مهاجم منتخب الكويت فيصل عجب إلى صفوف القلعة الخضراء في انتقال حر لمدة موسم واحد. نذهب إلى سلطنة عمان نتابع جريدة عمان العمانية هذا الخبر. سويق يتعاقد مع الغاني فيليب ويرحل عددا من لاعبي الأولمبي الفريق الأول. نذهب إلى سوريا نتابع جريدة الثورة هذا المقال. عنوان المقال يقول قلق كروي بقلم الكاتبة لينا عيسى التي قالت إن استقالة اتحاد الكرة التي جاءت متأخرة بعد أن أغضبت الشارع الكروي سلسلة الخيبات والنتائج الخجولة الباهتة أثلجت الصدور وأعطت أملا جديدا وفرصة لاختيار اتحاد كرة لديه رؤية وخطة عمل واستراتيجية مستقبلية. كم فرحنا وصدقنا تصريحات القائمين على المنتخبين ومنهم المدرب فجر إبراهيم حول وعوده بظهور منتخبنا بشكل قوي في التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم في قطر ولكأس آسيا بالصين. ولكن المكتوب مبين من عنوانه فسلسلة الخسائر التي مني بها منتخبنا في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق وكان آخرها أمام فلسطين تؤكد على أن كل التصريحات ما هي إلا فقاعة صابون لا تمت للواقع بصلة وهدفها إعلامي بحت. الكل يتطلع إلى الربع الأخير من العام الجاري موعد انتخاب اتحاد كروي يليق بطموح وآمال عشاق الكرة الذين يأملون أن لا يتم التأثير على مسار الانتخابات كما حدث مع الاتحاد المستقيل الذي ساهم في تراجع الكرة وهز صورتها. وهناك شخصيات قادرة على رفع مستوى كرتنا وهي صادقة وجاهزة لتلك المهمة في حال نجحت في الانتخابات الكروية. إلى صحف المغرب ومن جريدة المنتخب نطالع الخبر المثير التالي. الوداد يطعن في لجنة الاختصاص ويطالب بشهادة ثلاثية. الجريدة قالت أن الوداد توجه صوب لجنة الاستئناف التابعة للكاف بدفعات جديدة تخص مواجهة أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. أولها طعنة في اختصاص لجنة التأديب والانضباط كونها لا تملك صلاحية الحسم في القضية مطالبا بحالة الملف على لجنة المسابقات بالإضافة إلى فحص تقرير حكم المباراة والأخذ بشهادة أحمد أحمد رئيس الكاف والتي
تم تجاهلها من لجنة الانضباط كونه تعرض للتهديد المباشر من حمدي المدب رئيس الترجي. تابع مع المنتخب المغربية أيضا أخبارها المثيرة. وحيد يبدي ليونة كبيرة لمضايقة بلون. الجريدة قالت أن البوسني وحيد حليلوزيتش أبدأ ليونة ومرونة كبيرة في التفاوض مع فوزي لقجع لتولي مهمة تدريب المنتخب المغربي متجاوزا تصلبه السابق، وذلك بعدما دخل معه الفرنسي لوران بلون على خط التنافس وبقوة. ستكون الأيام القادمة حاسمة لاختيار واحد من المدربين لتولي مهمة الإشراف على الأسود. للجزائر نطالع هذا التقرير من جريدة الخبر الجزائرية. حصيلة الميركاتو الصيفي في الجزائر، الجريدة قالت أن كل أندية الرابطة الأولى باتت وفية لتقاليدها في مجال الانتقالات بالنسبة للموسم الكروي الجديد الذي ستعطي إشارة انطلاقتها يوم الخميس ضاربة عرض الحائط استقرار تعدادها. الجريدة أوضحت أن كل هذه التحركات المسجلة من طرف أندية النخبة ستجعلها تبحث عن انسجام والمبرر لتغطية إخفاقات محتملة مثلما يحدث بداية كل موسم. رغم الأزمة المالية الخانقة التي تجتازها أغلبية أندية النخبة بما فيها حامل لقب اتحاد الجزائر، إلا أن مرحلة الانتقالات الصيفية التي أسدل عليها الستار كانت بالنسبة لمختلف التشكيلات فرصة لتعزيز صفوفها، ولو أنه أحياناً لم تكن عملية الاستقدامات مدروسة. فمنذ انطلاق الميركاتو الصيفي شرعت مختلف الأندية في سباق ضد الساعة طمعاً في اصطياد العصافير النادرة، ولو أنه في النهاية كالعادة كانت الأندية الثرية على غرار مولودية الجزائر وشباب الوزداد المستفيدة الأولى من هذه العملية التي اعتمدت بالدرجة الأولى على سياسة لمن يدفع أكثر. ويعكس العدد الهائل من عملية الانتقالات مدى عدم استقرار الأندية الجزائرية، وهو ما سيخلف انعكاسات سلبية على النتائج الفنية لمختلف الفرق. ننتقل إلى جريدة الشروق الجزائرية ونطالع فيها صفحتين منها. مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية بداية متعثرة، شبيبة وبرادو والاتحاد والشباب في الطريق الصحيح، أنصار الكناري غاضبون من ملال ومتخوفون من المريخ. صفحة التالية من الشروق نتابع رسالة بلماضي برفقة والده إلى المقيمين بدار المسنين بوهران. الرسالة: أول ظهور لبلماضي بعد أزمة مستقبله مع الخضر. الجريدة قالت أن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي عاد للظهور مجددا، ذلك لأول مرة منذ قيادته الخضر التتويج باللقب الإفريقي. كذلك بعد الأزمة التي اندلعت في الأيام القليلة الماضية بشأن بقائه مدربا للخضر من عدمه، وذلك من خلال فيديو مسجل رفقة والده حيث قاما بتوجيه تهانيهم الحارة مناسبة عيد الأضحى المبارك المقيمين بدار المسنين بوهران. نبقى في الجزائر هذه المرة من جريدة الهداف، نتابع خبر جديد. رئيس بولحي إلى دوري الصيني. الجريدة نفت وجود أي اهتمام من نادي صيني للتعاقد مع الدولي رايسن بولحي حارس الخضر، لسبب أن الاتحاد الصيني يمنع الأندية من التعاقد مع حراس أجانب، وهو ما يجعل الخبر عارا من الصحة. إلى الجولة العالمية نبدأ من صحيفة ليكيب الفرنسية. هذا الخبر: وسام بن يدر يصل إلى موناكو لتوقيع عقده مع نادي الإمارة. وسام بن يدر اللاعب ذو الأصول التونسية عاد الدوري الفرنسي بعد أن قضى 3 مواسم مع نادي إشبيلية الإسباني، توجت بدخول تاريخ النادي الأندلسي بإحراز 70 هدفا وأصبح كرابع هداف تاريخي. ليكيب سلط الضوء على أحداث ملعب حديقة الأمراء، تداعيات اللافتات السلبية التي رفعت في وجه نيمار كانت صعبة عليه صراحة.
سهرة ثقيلة مزعجة لنيمار في ملعب حديقة الأمراء، والتداعيات طالت الجميع. الصحيفة قالت بأن القطيعة حدثت بين نيمار وجزء كبير من أحباء ومشجعي باريس سان جيرمان. اللافتة التي رفعت كتب عليها باللغة البرتغالية نيمار ارحل، اللافتة لم تكن كافية تقول لكيب، لأن جماهير النادي الباريسي أطلقت العنان لأغاني وهزيج معادية نجم البرازيلي الذي صفقوا له طويلا قبل أن يعلن عن رغبته في الرحيل. صحيفة لو باريزيان، نيمار أيضا هو حديث الساعة، وإلى التفاصيل. نيمار يفضل دائما برشلونة. الصحيفة الباريسية نشرت صورة لنيمار خلال تدريبات باريس سان جيرمان قبل مباراة نيم، وقالت بأن النجم البرازيلي يفضل دائما العودة إلى ناديه السابق برشلونة، غير أن عرض النادي الكتالوني لا يبدو مجزيا في الوقت الذي تقدمت فيه المفاوضات مع ريال مدريد في صفقة تبادلية. صحيفة ماركا، نيمار يشكل الحدث أيضا، ونتابع التفاصيل. ميسي يدخل في لعبة صفقة انتقال نيمار. الصحيفة قالت بأن نيمار لا زال يثير حالة من الجدل، لكن الجديد هو دخول ميسي على الخط عندما نصح زميله السابق بعدم خوض مغامرة ريال مدريد، ويفضل ميسي عودة نيمار إلى برشلونة ولو على سبيل الإعارة. أخبار نيمار تصدرت أيضا الصحف البريطانية، فماذا نشرت اليوم صحيفة ذا صن البريطانية؟ الريال لن يتعاقد مع بوغبا في حال قدوم نيمار. الصحيفة كشفت عن نوايا زين الدين زيدان، تتمثل خطته في صرف النظر عن صفقة الفرنسي بول بوغبا في حال قدوم برازيلي نيمار. كشفت الصحيفة عن الراتب الذي سيحصل عليه نيمار في الميرينجي، وهو يعادل 700 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد. الديلي ميل الإنجليزية قامت بجولة في أخبار الميركاتو، ركزت بدورة على نيمار وديبالا. نيمار يضغط لمغادرة باريس، ولا مكان لديبالا في اليوفي، وإيكاردي ينتظر. الصحيفة عادت لتتحدث عن مصير نيمار، وقالت بأن اللاعب البرازيلي يضغط من أجل ترك باريس، والوجهة قد تكون برشلونة على سبيل الإعارة على أن يبقى خيار الانتقال إلى ريال مدريد قائم. ما الأرجنتيني ديبالا فلا مكان له في اليوفي بحسب المدرب ساري. وعن مصير الأرجنتيني الآخر إيكاردي، قال ذا صن كمهاجم الإنتر لا زال ينتظر حسم مستقبله بعد أن حصلت القطيعة مع فريقه. إلى إيطاليا مع الكورير ديل سبورت، وهذا الخبر الذي تجاهلته الصحف الفرنسية. شوف الخبر، كافاني يودع باريس سان جيرمان إلى ميامي الأمريكية. الصحيفة قالت بأن كافاني سيودع فريق العاصمة الفرنسية عند نهاية عقده العام المقبل. سيذهب إلى إنتر ميامي الأمريكي، وهو النادي الذي يمتلك الإنجليزي ديفيد بيكام أغلبية الأسهم فيه. خبر آخر من إيطاليا، تحديدا من صحيفة لا جازيتا ديل سبورت. الخبر، مناقشة التفاصيل البسيطة في صفقة انتقال المكسيكي لوزانو إلى نابولي. رودريغو لوزانو لاعب المكسيكي المحترف في نادي إندهوفن الهولندي في طريقه إلى نادي نابولي مقابل 42 مليون يورو سيحصل عليها إندهوفن، فيما يحقق اللاعب 4.5 مليون يورو سنويا. من ختام شكرا طيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.